ما حطلنا إيطاليا هلأ مثال رح نحكي فيها عن الاختراع الممزوج ببصمة سورية. هالبصمة واضحة مو بس بندرة هالاختراعات ولكن بمواضيع اللي بتحمل إعادة الأعمار واللي هي هدف أساسي لها، وبتسهل هالعملية من خلال عدة إنجازات لو طبقت حتوفر الجهد والوقت ويمكن المال. حنحكي اليوم عن اختراعات بمجال التجهيزات والآليات لإطفاء الحرائق عن بعد عبر سيارة متطورة، أيضا لإنقاذ المحاصرين، وأيضا اختراع آلية فرش وطباعة خرسانة متطورة. حنتعرف على هالمواضيع أكثر مع ضيفنا المخترع بشير السيطري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم جميعا. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وصباح الاختراعات والبصمة السورية. الله يبارك فيكم في سوريا حبيبة. خلينا نحكي، شايفين قدامنا نماذج. نعم. عن الاختراعات، سيارة الإطفاء آلية عملة والظروف اللي ممكن أنه يستفيدوا منها. تمام. الحقيقة نحن اليوم في نهضة عمرانية جديدة قادمين عليها بإذن الله بعد ما تحقق النصر بإذن الله على يد جيشنا الباسل بفضل من الله. فإعادة الإعمار اليوم بدها تبتدئ حتما بالأبراج العالية الموجودة عندنا، ومنها خلف الأبنية خلف الرازي حسب المخططات اللي وضعتها محافظة مدينة دمشق. فآليات الإطفاء اللي موجودة عندنا في القطار لا تتجاوز ارتفاع الزراع فيها أكثر من 34 متر تقريبا، ولا لا تحتوي إلا على سلة واحدة. إذا جينا نشرح نحن بالتفصيل بالسيارة الموجودة اللي أنا وصلت إليها وكيفية آلية عملها واللي أخذت براءة اختراع فيها بفضل من الله، أول شيء السلات كلها في كل دول العالم غير متوفر فيها غير سلة واحدة فقط، لا غير السلة هي الوحيدة اللي موجودة بكل السلات في سيارات الإطفاء في كل دول العالم. أما الاختراع اللي حضرتك الاختراع اللي أنا ضفته ضفت كتير من الميزات والمواصفات اللي أنا خلتني أحصل على براءة الاختراع وبجدارة. نعم. وهي غير متوفرة بكل دول العالم مهما كان نوعها. الآلية أول شيء هو وصلت أنا لتطويل زراع السيارة. نعم. الآن من خلال الدراسة في كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية دكاترة مشكورين أجمعين توصلت أنا لدراسة لطول زراع 60 متر يصل. 60 متر يصل يعني لبناء ارتفاعه ما يعادل 30 أو 35 طابق. نعم. متكرر. أضفت هذا الأول، الأمر الأول. الأمر الثاني أنا أضفت سلة ثانية. نعم. نحن في مجال الحريق نحتاج إلى ثواني، نحتاج إلى ثواني تمام لحتى نطفئ الحريق، فالثانية ممكن تنقذ فيها شخص. شلون بدنا نعمل؟ السيارات كمان ميزة هلأ جت أنه الزراع لما بيكون بهالشكل السيارات كلها في دول العالم لما بدها تنقذ شخص عن طريق هالسلة بدها تضطر إجباري ينزل الزراع إلى الأرض. صحيح متفقين معي بهالكلام، بده ينزل الزراع إلى الأرض ليشيل المحاصر بعد منها يرجع يرفع الزراع. هذا الشيء صار باطل لأنه أنا بوجود سلة إنقاذ مصعد موجودة ضفتها إلى الزراع الموجود في نهاية الزراع الأساسي، يعني على إنقاذ أكثر أشخاص. تماما. فالشخص اللي هو بده يطفئ النيران فهو راح يكون موجود في هذه السلة الأولى، أما الأشخاص اللي هي بدها تتأنقذ راح يتقدم الزراع عن طريق الهوك، راح يتقدم باتجاه الشرفة للبناء ويطلعوا فيه الأشخاص ثم يرجع يبتعد عن النيران وينزلها إلى الأرض. أما الشخص الآخر فهو راح يضل مستمر في إطفاء وقت. الحريق وهو متابع، يعني راح تنزل السلة لحالة، تنزل السلة لحالة عن طريق التحكم من خلفية السيارة. خلفية السيارة عندي أنا في شاشة بلازما، شاشة بلازما أنا حتى ممكن ما خلي أنا الشخص يوقف هون عرضه لرجل إطفاء للحريق، خليه بعيد. أنا من تحت من خلفية السيارة في عندي أنا أزرع موجودة فبيقدر يتحكم من خلال الأزرع في عملية رفع الزراع وتنزيله ورفع السلة وتنزيله مثل سيارة المضخة تبع الخرسانة كلنا بنعرفها اللي بتصب الخرسانة أو البيتون في الأبنية بيتحكم فيها عن بعد. فنفس المبدأ هذا أنا طبقته كمان على موضوع السيارة، فهو اللي بده يحرك الجهاز فهو على الأرض بحركه، فأنا خليت رجل الإطفاء يضل بعيد عن النيران حتى ما يصاب بأذى، واللي موجودين هون كمان نفس الشيء بيحركون. علما رح يكون في عندي كاميرا أنا موجودة هون، الكاميرا الموجودة هون عم تعطيني أنا شو عم يصير فوق، في كشافات إضاءة إذا كانت الدنيا في الليل أو في عندي حالات إنقاذ مو شرط تكون حريق، إذا ممكن يكون في محاصر لأمر معين. نعم. اختناق والدنيا ليل أنا عندي كشافات إضاءة بتكشف، عندي أنا واجهة سيكوريت اللي هي واجهات الأبنية الزجاجية كتير هلأ في أبنية
زجاجيه موجوده، الواجهات طبعا كلها سيكوريت. هي ما ممكن يعني انه انا شلون بدي اشتغل وطلع انا المحاصرين بهالسله وفي عندي زجاج مركب. انا كومبرسر موجود هون، قاعده موجوده بالصوره طبعا، في قاعده هي القاعده فيها كومبرسر، الكومبرسر مباشره بكسر لوح الزجاج، فبتتقدم السله عن طريق الزراع هاد، فبتطلعهم وبترجع بتنزلهم السله للارض، وما ضل بيضل عندي انا حاله الاسعافيه موجوده هون. اذا عندي عده ميزات، اولها طول الزراع 60 متر تم عن طريق دراسه الدكتور عبد الوهاب. الامر الثاني في جامعه الهمك، الامر الثاني ان نزلناه عن طريق سله اسعافيه مصعديه بتطلع وتنزل بشكل سريع، بتضل يعني على بشكل دايركت عم تنقذ هي الناس، والسله موجوده والزراع موجود. التحكم، الامر الاخر هو التحكم من الارض تمام، ما في داعي للشخص، ممكن يحترق الشخص الموجود يعني هو. نحن بنشوف تماما انه يمكن هي بدها سرعه وقت بيكون في حدائق وبدها تطوير الشيء القديم ما عاد. وحاليا في شغله كثير حلوه انا بتشكره لسيد المحافظ بشر الصبان محافظ مدينه دمشق، تقدمنا انا وسياده العميد آصف حبابه مدير الدفاع المدني في مدينه دمشق، تقدمنا لسيد المحافظ بكتب الحقيقة مشان تطوير وتأهيل السيارات القديمة الموجودة عندنا، وأنا بتشكره كتير كتير لأنه أعطانا نتائج إيجابية ويعني وما أصر معنا بنوبنو. من أول ما أتقدم الكتاب بنفس اليوم طلع الحمد لله للجهات المعنية للتواصل في سبيل تطوير هالآلات، إن شاء الله الأمور بخير. رح نحن بدل ما نجيب سيارات حديثة وتكلفنا مئات الملايين، لا نحن أنا بإذن الله تعالى رح كلفها بأبسط يعني تتطوروا أحدث ما تتطورية اللي موجودة ببرا. يعني خلينا نحكي كمان عن قدي ممكن يصل ارتفاعها، قدي تكلفتها، وقدي ممكن لاقي هذا الاختراع متوفر بأقرب وقت، مثل ما قلت يمكن نحن بحاجة لهذا الاختراع. هلا نحن الإسراع بعملية أخذ القرار النهائي بإذن الله تعالى، نحن جاهزين بإذن الله ورشاتنا، علما أني أنا تقدمت إلى وزارة الصناعة مشكورة عن طريق مديرة صناعة ريف دمشق، وتقدمت أنا لأخذ قرار ومنحونا مدير الصناعة منحني كمان القرار، والقرار هلأ خلاص وموجود معي هلأ. حتكون أول سيارة إطفاء ميثان في بكل دول العالم، بكل دول العالم ما في ولا سيارة إطفاء تمتلك هذه الصفات بإذن الله إلا هذا الاختراع. وبالمناسبة عفوا أني أخذت أنا ميدالية بمعرض الباسل للمخترعين، أخذت أنا كمان ميدالية وشهادة بهالأمور هاي كلها. حاليا عم نشوف حاليا الصور. نعم. عم نشوف المشاهدين كيف لقيت تفاعل الجهات الحكومية بمشاركتك بمعرض دمشق الدولي من خلال معرض الباسل للتميز والإبداع. والله أحلى تفاعل، يعني أنا كتير كنت مسرور يعني بشكل عام وبشكل خاص وبشكل عام أكثر للسيد وزير التجارة الداخلية الدكتور عبد الله الغربي، أنا بتشكره كتير لأنه كان متابع مع الكل، وبشكل خاص يعني كان لي مميزات اكثر لانه كان في ابداع زياده، وفي اليه بالمناسبه اليات اطفاء حريق خاصه في ناطحات السحاب. ناطحات السحاب والابراج العاليه اللي هي تفوق ال 100 متر 200 متر 300 متر، مهما كان ارتفاعها البناء من ناطحات السحاب توصلت لاختراع اليه اللي هي تنقذ وطبعا تخلي الموجودين في البناء وتطفي الحريق، تنقل بثا عن طريق كاميرات موجودة الصور عن طريق الصور، وطريقة العمل تبع عن طريق الإحداثيات اللي هي الـ BLC نسميها نحن، إحداثيات الإكس والواي اللي هي موجودة إحداثيات لكل نقطة. مثال أنت في الطابق التاسع أو العاشر أنت بدك تطلبي المصعد، ما هيك ولا لا؟ فمجرد ضغطة الزر المصعد بيجي لقدامك، ما هيك ولا لا؟ فبتدخلي وبتنزلي، هي اسمها إحداثيات. فهي إحداثيات العمودية، وفي إحداثيات أفقية إلى هي بأي اتجاه أنت موجودة. ففي بالنسبة للآلية اللي طبعا هاي نحن بنحكي عليها إن شاء الله بحلقة لأنه بدها حلقة موسعة، والصور موجودة مشان تكون موضحة أكثر إن شاء الله. أكيد. لكن خلينا نحكي عن الاختراع الثاني، هو آلية فرش وطباعة الخرسانة، خلينا نحكي عنها. هلا نحن بالنسبة لآلية هي الآلية، نحن آلية فرش وطباعة الخرسانة الملونة، بنشوف نحن كل الطرق موجودة الأسفلت صحيح اللي بتمشي على حتى اوقات الارصفه كمان نفس الشيء اسفلت، اوقات ساحات عامه اسفلت،
فصار أنا برأيي أنا كرجل أعمال وصاحب أكبر مؤسسة مقاولات ولله الحمد والآليات، فأنا يعني أنا مستاء من الأمر، ليش ما يكون في شيء اسمه تطوير؟ ليش ما يكون في شيء اسمه تحديث للطرق للأرصفة إلى غيرها؟ فلجأت أنا لآلية هي تطبيع الخرسانة. كيف؟ الآلية هي الموجودة اللي وصلت لها أنا. أنا طبعا في مجال عملي كمان هو تعبيد الطرق وتزفيتها في مجال عملي. نعم. خلال أنا العمل أنا بس مو فقط أنا اشتغلت عمل مشيت، أنا بضل على طول عقلي عم يشتغل الدوار بصراحة. شو آلية لآلية العمل؟ أني أنا أوجد طريق بالشكل وبالرسم اللي بدك إياها، مثل ما شايفين بالصور هلا، نحنا في صور موجودة، بتلاقي بدك الطريق مثل رخام، ممكن هاي الآلية تطلع لك إياها الأرضية مثل رخام، بلاط بتطلع مثل البلاط، أي شيء، أي نقشة كانت، أي رسمة كانت بدك إياها اللي بتخطر في بالك طلبيها، تعتمد على الآلية. أنا رح أشرح لكم إياها اتباعا شلون. أول شيء بالنسبة لموضوع الخرسانة، أنت طلبتي لون أحمر، الأصفر، الأخضر، الأزرق، الأبيض. نحن في عنا معايير للخرسانة، نحن بنخلطها عن طريق الجبالات الخلاطات، بنحط لها المعايير المراد، هو فرشة نضعها بهذا الحوض، هذا الحوض هو بتصب فيه الخرسانة عن طريق السيارات اللي هي بتنقل الخرسانة الموجودة كلها بنعرفها تبقى بالطرقات. لما بتنزل الخرسانة في هذا في هالحوض، هذا الأسود، الخط الأسود هو شاط، الشاط هاد مثل الوقت اللي بيمر الخبز، شلون الخبز بيمرر الخلطة أو الخرسانة من هذا المكان باتجاه الأمام. إذا جينا نحن هلأ نفتل على هالأمر، بنلاحظ نحن أنه هاي المنطقة، هاي المنطقة هي المنطقة اللي بتخرج من الخرسانة اللي هي جاي من الحوض. لما بتدخل الخرسانة عندي حلزون، إذا بتلاحظي أنت هلأ هون في عندي أنا حلزون، هذا الحلزون بوزع الخرسانة على اليمين وعلى اليسار بالتوازي. بعد ما يخلص في عندي أنا سلندر موجود تحت، إذا قلبنا الآلية، خلينا نوضح أكثر للإخوة المشاهدين، عندي الحلزون موجود هون، عندي السلندر موجود هون، السادة المهندسين بيعرفوا الإخوة المقاولين، هذا السلندر هو لتنعيم الخرسانة، وهي مسطرة رجاجة لتسوية الخرسانة اللي هي بتنزل من الحوض إلى الأمام. صار عندي أنا أرضية مستوية، أفقية، ملونة حسب اللون اللي أنا حطيته. عندي أنا هذا الأسطوانة، الأسطوانة هي الموجودة هي فيها بودرة اللي هي الإسمنت مع مواد نحن بنحطها، ما في داعي لكشف سرها، تمام؟ بتبخ بخاخات كما وأنك أنت عم تبخي مي على الزجاج، تعطي لون، تمام؟ يمكن برابو، برابو ما شاء الله، فبتعطي هي هاللون اللي نحن بدنا إياه. أنت طلبتي لون زهري، نحن بنحط الخلطات مع مكونات اللون الزهري، فبتبخ على كامل الأرضية بشكل كامل ومتناسق، تمام، اللون الزهري. هلأ الأمر اللي بعد منه هي المراوح، موضوع المراوح الموجودة. المراوح هي بيقولوا لها بالهندسة عندنا نحن كمقاولين أو دارسين الهندسة اسمها مروحة هليكوبتر. هاي المروحة عادة هو عامل يدوي بيمسكها وبصير بيفتل فيها، ويعني كل أعمال يدوية بدائية. لا، أنا خصصت أنا مراوح بهذه الآلية بتغطي المساحة كاملة اللي هي أنا فرشت على الأرض. جيد جدا. فلما مشينا نحن بالآلية والمراوح والسلندر عطت نوع من التنعيم، وبعد ما بخينا نحن البودر الملون اللي بدنا اياها نحن، المراوح هذول نعموها وسقلوها سقل، صارت مثل الزجاج تمام. ضلينا ماشيين نحن، في عندي آخر مرحلة هي الرول السيليكون. هذا الرول السيليكون طبعا هو رول عادي، تمام، مكون من البولي إيتيلين. نحن نشوف الزبون شو الرسمة اللي بده اياها، على شكل بلاط الترتوار او الانترلوك او رسمة خط، الرسمة اللي بده اياها. نحن بنطبع رول سيليكون. الرول السيليكون بنلبسه لمين؟ للرول الموجود هذا الامامي، له نتوءات. ليش؟ مشان يضغط على الخرسانة بعد ما صارت مسقولة ليعطي الرسمة اللي هي على الارض. هاي القسم هذا اللي عندي لو انا قلبت على هالشكل، في عندي هذا الاسطوانة البيضاء، هي آلة الطباعة. هي آلة الطباعة نفس مبدأ المطبعة العادية، تمام. فعم تعطيني أنا أحبار، الأحبار موجودة ضمن الحوض هذا الموجود. فخلال مرور الرول مع التماس على الأسطوانة تبع التحبير، عطت فقط للنتوء، تمام،
أخذت شلون استنبا الختم. هلا الختم لما نحن بنحطه على استنبا ما بياخذ كله حبر، بياخذ بس الأحرف النافرة، تمام؟ فأخذ هو هذا الرول السيليكون، أخذ الحبر اللي هو النتوء تبعه مباشرة، راح يضغط على الخرسانة بعد ما هيئناها وطلعت الرسمة اللي بدنا اياها. يعني هلا تعرفنا على آلية عمل هالاختراع، لكن خلينا نحكي شوي عن الفائدة وشو ممكن يقدم بالنسبة للشركات. نعم. وللمستهلكين ايضا بهذا المجال. الصراحة بلاط الانترلوك اليوم عم يكلف المتر 5000 ليرة سوري ماديا، الأرصفة بيكلف لا يقل عن 5000 ليرة سوري، وإذا بدك تجمعي أنت مثلا عمل رصيف بمساحة 100 متر بده لا يقل عن 10 عمال ما بين أجور ومواد وأشياء كثيرة، بكلفك هالمئة متر ما يعادل يعني تقريبا 200,000 ليرة سوري، بينما من خلال هذه الآلية بكلفك 50,000 ليرة سوري، وفرت عليهم ماديا ويمكن وقتا. الأمر الآخر، المئة متر اللي أنت بدك تمديهم كرصيف بيعدوا فيهم لا يقل عن يوم أو يومين، هاي تشتغل 2000 متر أو 3000 متر في اليوم الواحد. ففي ما في ما في ما في يعني ما في مجال تحطي الفرق، تمام؟ هاي السرعة بالإنجاز. بعدين يعني العوامل الجوية مثل بالليل بتشتغل بالنهار بتشتغل، في كشافات، في العمل اليدوي عم يأثر على صحة الإنسان. يعني مثال البخاخات الموجودة للبودرة، إذا فتنا نحن على اليوتيوب وحطينا تطبيع الخرسانة الملونة، بتشوفي انت في اوروبا حاليا وهن يعني المتطورين على اساس وعم ياخذوا هن اختراعاتنا بالمناسبه، مو نحن عم ناخذ منهم. فبتشوفي انت العمال اذا بدهم يجوا يساووا مساحه بسيطه ممكن تكون يعني 10 متر ب 10 متر، بيجتمعوا عليها لا يقل عن 40 عامل وبيمسكوا البودره وبرشوها بنسروها، ففي شيء استنشاق للبودرة بيأثر بعد الصحة، يعني حتى توفير للجهد البشري مثل ما قلت. طبعا في عدد العمال، في توفير بالعمال ماديا، في جدوى اقتصادية كبيرة، في إنتاج كبير. تفضلي. نعم. بالختام بدي أحب أسألك، إمتى رح نشوف هالاختراعات قريبا على أرض الواقع، وهل سجلتنا بحقوق الملكية الفردية؟ طبعا هلا أنا في، إذا بتشوفي هلا كمان في شهادة براءة اختراع موجودة، عدة نعم، وفي عدة براءة اختراعات موجودة الحمد لله بأسمائي وأسماء أولادي وزوجتي كمان الحقيقة، تشجيع لهم لأنهم هن كمان يعني بالنسبة لزوجتي وأولادي يعني على طول بيضل في تداول بكتير أمور وحيثيات. نحن أسرتنا أسرة بيساعدوك مو مساعدون يعني أفكار. إيه. نعم طبعا هن بيصبوا أفكار وأنا إن شاء الله أنا هلأ في 8 اختراعات مسجلة هلأ في براءة اختراع، السبعة خلصوا أخذوا تقريبا براءة اختراع بالنشر والحمد لله رب العالمين متوفق، وعندي استعداد أي إنسان بيخطر بباله اختراع بس يخبرني عليه وأنا جاهز مستعد بإذن الله تعالى شهريا أطلع اختراع. شكرا كثير لكم، نتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله نشوف هالاختراعات قريبا بالأسواق. نتشكر وجودك معنا اليوم سيد بشير. شكرا لك. فاتي لكم شغلة ملاحظة كمان بسيطة، أنه كان في تعاون كبير. نعم. مشان موضوع الإطفاء ما بيني. نعم. وما بين إدارة الدفاع المدني بصراحة، لأنه إدارة الدفاع المدني كان في زيارة للسيد العميد. إن شاء الله نشوف هذا التعاون شايف، ورحنا نحن وياه حرام. نعم. جد أبدأ كل اهتمامه هو وسيادة اللواء. نتشكر كل اللي دعموا هالمشروع وهالاختراعات، وإن شاء الله دائما ما نشوف هالاختراعات والبصمة السورية موجودة. وبوعدكم إن شاء الله في اختراعين كمان حلوين مثل هذا إن شاء الله يا رب، وموفق يا رب. أهلا.